صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال وذلك بناء على عرض وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد أحمد سامي جواد التاجر وكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال